بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ في شابتر 3 اللي هو النمبريكال داتا. هنتكلم عن الفاريبلز وشوية بوينتس كده، وبعدين هناخد برنامج اللي هو اللي بيحسب أو كمبيوتس اللي هو الأريا والبتاعات أوف سيركل، area of circle اللي هو مساحة الدائرة. طيب أول point أو أول حاجة نبدأ فيها هو ال variables. أخذنا في ال chapter 1 و 2 إزاي نقدر ال basics أو اللي بيقولوا إيه ال structure بتاع الجافا. بنبدأ نكتب ال code إزاي، بنعمل import، بنعمل قلنا الكومنتس الاول، بعدين امبورتس، بعدين كلاس ديكليريشن. هنا بقى نبدا حاجه اسمها الفاريبلز. ايه الفاريبلز ده؟ انا عايز اجمع عددين. طب اوكي، انت قلت انا عايز مثلا 10 و11. طب 10 ديت نوعها ايه؟ انتجر. لازم تسندها الى متغير نوعه انتجر بتسميه مثلا ايه، اي بي ايكوال 11. ده مرحله الايه، بيسموها مرحله الانشلايزيشن. طيب تعالى نرى ونشوف. When the declaration is made, memory space is allocated to store value of x and y. x word variables مثلا سمينا اللي هو المتغير. The variable has three properties: memory location to store the data أو value. أول حاجة في موقع او memory location to store. انا عايز اول حاجة اول ما اكتب انت للايه بيحصل ثلاث حاجات او في ثلاث خصائص. بيجي بيحجز لي مكان في الميموري، بيحجز type of data مثلا integer. انا عايز float. integer يعني عدد صحيح، float عدد في فواصل، عدد عشري. طب دبل عدد عشري بس more precise، يعني اعداد في فواصل كتيرة انا عايز اعملها مور بريسايز. وبرضو بتختلف في طريقة الحجم، هنا حجمها 4 I think، هنا 8 حاجة زي كده، بس بتختلف في طريقة في التخزين بتاعت الميموري. الدبل بيبقى اكتر من الفلود لان الدبل هو مور بريسايز. اوكي، والنام يوز تو ريفير الميموري. انا اسميه مثلا انت الاكس، اذا الاكس ده النيم اللي هو بيسميه الايدنتيفاير، ده في البرمجة بيسميه الايدنتيفاير. اوكي، اذا انا عايز احجز مكان في الميموري، عايز اعرف متغيرات، هقول انت للاكس انت للواي، وطبعا الكلام ده بيبقى موجود هنا بالطريقة دي. طب ايه الايدنتيفاير اللي انت عملته اللي عليها؟ set of sequences of letter digits underscores dollar sign with the first one is being a letters. لازم first one being the letter the upper case lower case letter spaces are not allowed. اللي spaces not allowed. مثلا انت قلت انت للx بس ما تقولش انت للx مثلا space y، لا دي not allowed. upper case او lower case عادي مش مشكلة، بس خلي بالك هو كيس سنسيتيف. لما تعمل upper case تعمل في كله upper case، تعمل lower case في كله lower case. الدولار ساين ممكن تبدأ بيه doesn't matter، مثلا تقول انت للدولار ساين ال A عايز تعمل شوية حركات. تمام، ال underscore انت مثلا انت underscore لل A برضو مش مشكلة. اوكي، we use and in the part name of class, name of method, name of variable, name of مثلا constants and others. تمام، الكوستن ده الكونستانتس هناخدها قدام شوية اللي هو الثوابت. الجافا standard naming convention is used to lower case letter for first letter. if an identifier consists of multiple words لازم بتخليه الاول ايه كابيتال، يعني مثلا تقول ايه my، خلي كده full name فاهمين، يعني مثلا كلمة عايز تبدأ في الجملة التانية الكلمة التانية خليها كابيتال، يعني بتبقى more professional شوية وبتبقى حلوة يعني. تمام، يكون عندك انت مثلا programmer دلوقتي
لو بتعمل الحاجات دي. There are six numerical data type بتتحفظ. عندنا البايت، عندنا short، عندنا int، long، float، double. يعني generally واللي بيجي على طول اللي هو end، float، double. دول على طول السينتاكس بتاعت الفاريبل الداتا تايب وبعدين الفاريبل. ايه الداتا تايب دي؟ لو قلنا الانت، فلوت، لونج، دبل، الفاريبل اي، الفاريبل اي اسم اللي انت عايزه في الدنيا. طيب at the time of variable declarate خلاص it also لازم نعمل initialized. ايه initialized دي؟ طب انت قلت انت للايه؟ انا عايز اجمع عدد ايه. طيب يا سيدي قلت انت للاي، سميت العدد الاول اي والعدد الثاني بي. طب تمام، طب بقى عرف بقى، ابدا اعمل انشاليزيشن، يعني ساوي الاي دوت. انت قلت مثلا انت للكاونت، طب تمام كاونت ماله ده؟ ده بي ايكوال 10. ايه المرحله دي؟ يجي مثلا يقول لك ايه المرحله دي؟ المرحله دي بتسمى الانشاليزيشن، بنعمله انشاليزد. انتجر كاونت رايت تو 10 ودي 34. اوكي ده المرحله دي اسمها مرحله الانشاليزيشن. طيب the six data types differ in the precise for value they can store in memory. قلنا في بعض المتغيرات more precise. طبعا الحاجات دي كلها ايه؟ keywords. ايه keywords ده؟ يعني حاجه يعني محجوزه في الجافا. ما تبدا يعني ما تقولش انت للدبل، سميت مثلا المتغير بتاع الدبل، لا. ليه؟ ده حاجه محجوزه في الجافا، عمرك ما تسميها. ده اسمهم كي ووردز. الكلام ده كله تمام. طيب الاساينمنت ستيتمنت، انا عايز اعمل سم. جيت بقى قلت خلاص اوكي عاوز اجمع عددين، قلنا الاي ب 10 كول، البي ب 20 تمام جدا. طيب انت عايز تجمع عددين تحط الناتج فين؟ هتحط الناتج لازم في فاريبل ثالث سميه سم. هتقول سم بي ايكوال اي زائد بي. مرحله الايه؟ الاساينمنت، المساواه. السم بي ايكوال الاي او فيرست نمبر، ات داز نوت، يعني اي اسم في الدنيا عايز تسمي الفاريبل ده، زائد السكند نمبر. الافريج او الافج بي ايكوال 1 زائد 2 زائد 3 على 3.0. ده الايه؟ لو انت عاوز تجيب الافريج، ايه مجموعهم على عددهم. الكلام ده كله النمبر جلدات ده كله بتسمى الايه؟ البريفيتيف داتا تايب. هناخد الارثمتيك اكسبريشن، هناخد البريسيدنس اللي هو الاولويه، مين ابدا بمين الاول. في عندنا الهاير والكده، مثلا اول حاجه الهاي بتبدا بالبراكتس وبعدين الناقص او الزائد وبعدين الضرب وبعدين الاديشن اوبريتورز. ده بيسمى الاولويه. يعني مثلا جالك اكزامبل في الاختبار في الواجب في اي حته، طبعا قال لك مثلا حللي ديت، بتبدا اول حاجه بالانر براكتس، 1 زائد 2 ب 3. طب 3 تمام جدا. بعدين بتبدا ايه؟ تطلع لغايه ما تشوف اللي عندك. يعني مثلا هنا 1 زائد 2 3. طب خلاص تعال بس نخلص القوس ونشوف. طب 6 على 3 قلنا بالاثنين. طب تمام، اذا عملنا هنا 3. طب هنا زائد ولا ناقص؟ احنا قلنا الزائد الاول. 3 زائد 2 ب 5، 5 ناقص 1. طب اضرب ولا اطرح الاول؟ لا، اول حاجه البراكتس، في براكتس هنا انر، لازم تبدا بالبراكتس. اذا 5 ناقص 1 ب 4، 2 في 4، 2 في 4 ب 8. تمام كده؟ اذا بتبدا بتشوف الاولويه ايه هنا، بتحفظ الجدول ده. عندنا اول حاجه البراكتس، قلنا الناقص والزائد، وبعدين عندنا الضرب والعلى والفي المية. الكونستانتس بقى دي الثوابت. انا عايز اعمل برنامج، هنعمل البرنامج ده اوريدي يعني النهارده، مساحه الدائره. طبعا انا عارف ان انا بمشي بسرعه لان الحاجات دي يمكن بسيطه، يعني
انتوا لو تعيدوا الفيديو تاني برضو وتراجعوها، حاجات بسيطة لغاية دلوقتي مفيش difficulty يعني dealing معانا دلوقتي. طيب فعندنا two type of data type value. Variable can be changed over the time و constants that are not changed. يعني مثلا انا عملت int لل a و int لل b، انا ممكن اغيرهم في البرنامج، اخلي ال b ب 11 ال b ب 12. في بقى ثوابت الباي، فاكرين الطاء اللي هو 3.14 22 على 7 اللي هو بتاع الدائرة ده، بو ثابت ثابت في الدنيا خلاص. الطاء بيكوال 3 بوينت خلاص 14 خلاص دي ثابت. طب انا عايز اقول للبرنامج يا برنامج ده الفاريبل ده ثابت ما اقدرش اغيره في البرنامج ابدا، اعمل ايه؟ هتقول فاينل لايه؟ للدبل باي مثلا، او فاينل للدبل اكس، اي حاجه المهم 3.14. طب المانث نير عندنا 12 شهر في السنه، يعني طبعا مفيش حد قال 13 ابدا، دي ثابته ولا لا؟ اه طب خلاص هو انتجر، اه 11 12 13 14 عدد صحيح مفيش فيه فواصل. طب تمام بنقول ايه؟ فاينل ريسيفد وورد كده اسمها فاينل ما تحطها، يعني ده ايه؟ كونستانس، يعني ده ثابت في البرنامج. اول حاجه ريسيفد وورد فاينل، بعدين النيم اوف الكونستانس، بعدين تحط الفاليو الموجود فيها. عندنا الكاستنج، الكاستنج ده مرحله متطوره شويه، بتحول الانتجر تو سترينج وسترينجز تو انتجر. بقول لك والارثمتيك اكسبريشن اوف فاريبلز الكونستنت اون ذا سيم داتا تايب تين ريزلتس اوف اكسبريشن ويل بي اي بي ذات داتا تايب اولسو. يعني مثلا انت قلت انت لل a زائد ال b مثلا بخمسه، لازم يطلع انتجر لان انت اوريدي معرف اللي هو الناتج لازم يطلع انت. تمام. طب احنا بنعمل عندنا نوعين من الكاستنج، الامبليسيت والاكسبليسيت. تمام الامبليسيت والاكسبليسيت. الامبليسيت اللي هو التايب اوف كاستنج، عندنا مثلا نقول دبل للاكس ذا اسايمنت كونفرجن از امبليسيت كونفرجن كونستنت اكسبريشن. ركزوا معايا، دبل للاكس بيساوي 3 زائد 5، خلي بالكم 3 زائد 5 يعني ب 8 صح ولا لا؟ اه طب 8 ده ايه؟ انتجر عدد صحيح. طب انت قلت له دبل ليه؟ دبل يا سيدي ده قلنا للاعداد المور بريسايز، اعداد بفواصل 3.33333 كده، وبريسايز بدقه شويه. طب انت ليه معرفه دبل؟ يا حبيبي الناتج هيطلع انتجر لازم تقول انت. اذا the result of 3 زائد 5 of type int، however since the variable x is double a variable of 8 is promoted to a 8.0، هيتعامل على فاصل. طب الناتج 8، طب ليه قلت 8.0؟ لان انت قلت دبل، ودبل لازم يطلع، لازم يطلع بفواصل الناتج. اذا هيعمل ايه؟ خلاص هيقول لك 0.0 لازم يطلع بفواصل. ما تقولش بقى انت للاكس بيساوي 3.5، لا الانت انتجر، انت للاكس بيساوي 3، عاوز تعمل 3.5 اوكي حبيبي، عندك فلوت عندك دبل it doesn't matter، تقول ايه؟ دبل للاكس يساوي 3.5. في اسئله في الواجب بتيجي من implicit تايب كاستنج مهمه جدا. الاكسبليسيت بقى عندنا مثلا we can make explicit type cast by a prefixing it operand، مثلا data type expression float x على التلاتة type case ال x to float and then divided to 3. تمام يعني x على التلاتة دول وبعدين بتخليها float. طيب type cast result of expression x على ال y في 3.0 بعدين بنخليها من نوعها ال int، النوع بتاعتها explicit int. اذا بنبدا بالداتا تايب بعدين الاكسبريشن اللي انت عايزها، وبنبدا بالاولويه
طب الامبليسيت، الامبليسيت بنقول بتاعت الدبل والاند. الماث كلاس من باكت اسمها جافا دوت لانك لازم تحفظ الميثود دي كلها، اكسبوننشن للاس، لوج لو في لوغاريتمات، فلور ده بتجيب اللارجست هول نمبر، ماكس الماكسيمم بتجيب الباور، لو قلت لك باور 2 و3 يعني 2 اس 3، سكوير اللي هو بتجيب سكوير اللي هو الجذر، والساين. السؤال ده لازم يجي في الاختبار شورلي، يعني يجي لك جذر يقول لك طبعا سيبكم من السطرين دول، بتبداوا من هنا على طول، دي اوريدي بتبقى برنامج يعني. بيجي لك السؤال ده يقول لك حوله لي جافا. انت ببساطه ال اتش دي يعني الهايست يعني الارتفاع، دي ديستانس، الكلام ده معروف يعني في الرياضيات. طيب هتقول الهايست بيساوي الديستانس في الساين ده في ايه؟ في كلاس اسمه ماث، صح ولا لا؟ طب ماث دوت الساين ايه ده؟ الفا ريت، الفا ريت ده الرمز ده اسمه الفا ريت، تمام؟ طيب في الماس دوت ساين، صح؟ في البيتا ريت على ماس دوت سكويرد، ليه؟ ما هو الجذر التربيعي. ماس دوت ساين لانه الساين قلنا الماس، ليه؟ لان هو في كلاس فيها الساين دي، خلاص دي معروفه خلاص بقى، قلنا ايه؟ الفا ريت بلس بيتا ريت ماس دوت ساين، في طبعا ماس دوت ساين الالفا ريت ماينس البيتا ريت. بتحول كل جمله برمجيه سهل جدا، سكوير ده قلنا ماس دوت سكوير، الساين لانه هنا قلنا الساين اهو بتاخد الاي بس، اذا الساين ماس دوت ساين يعني كومبيوتينج بس، بتحول الكلام ده لبرمجه سهل جدا. طبعا الاتش اللي هو الهايد الدي ديستانس وكده. هندخل في حاجه مهمه جدا اللي هو الاوتبوت، سوري ارايفل كلاسز. انت قلت مثلا سبوز وي وانت تو انبوت اتش، ويل ذس ورك؟ نو. بيقول لك السترينج فاليو كان بوت اساين دايركت تو اند فاليو. يعني بص يا سيدي، انا عايز اسالك اقول لك انتر يور اتش. طيب انت قلت اند للاتش، اتش بيساوي جي اوبشن باند وتو شو انبوت، ده اخدناها وقلنا دي بتطلع يقول لك انتر، بيسال اليوزر انتر يور اتش. طب يا سيدي التكست بوكس اللي بيطلع مش ده سترينج؟ لازم بتحوله، بتقول ايه؟ انت للاتش سترينج للاكس انبوت ستار اي حاجه بتساوي جي اوبشن باند تو انبوت دالوج انتر يور اتش، بتكتب دي بتحول ايه؟ بتحول السترينج تو انتجر. اذا الاتش بتساوي هتقول انتجر دوت بارس انت، ليه؟ ما هو الاتش ده بانت للانبوت للستارز او هنا اكس اي حاجه، اذا دي لازم تتكتب اللي بتحول، لان انت هتكتب اتش صح، هتكتب اعداد وهو سترينج، التكست بوك ده بيقبل سترينج. هنعمل ايه في الحاله دي؟ بالحاله دي بنقول اتش بتساوي الانتجر دوت بارس انت الاكس اللي موجود هنا او الانت بوت ستور اي حاجه، هو ده الكونفرشن. انتجر هتقول بارس انت، انتجر دوت بارس انت 25 هتطلع 25 لللونج للفلود للدبل. هناخد السيمبل جافا بروجرام يوزنج ستاندرد اوتبوت ويندو. انا خدنا قلنا الشو دايلوج مسج والشو انبوت مسج، ده من باكت اسمه ايه؟ امبورت جافا دوت سوينج دوت ستار. طيب في حاجات تانية، ميثود تانية بتطلع اوتبوت، ويوز the print method to output the value to standard output. The print method will be contain printing from the end of current display. We use print line
instance of brain to skip a line. تمام؟ مثلا انت للاكس بيكوال 123، الواي يساوي اكس زائد اكس، يعني 123 زائد 123 يعني 246. تمام كده ولا لا؟ طيب سيستم دوت اوت دوت برينت لاين او ايه ال ال ان هلو دكتور مش عارف مين سيستم اوت دوت برينت اكس ايكوال اللي هو ايه الاكس سيستم دوت اوت برينت لاين انا عايز انزل بقى لاين هنا واقول يساوي 323. تمام هو ده يا جماعه ميثود الثانيه بيجي لك في الاختبار يحدد لك يقول لك انا عايز ستاندرد اوتبوت ويندو اذا تحط له اللايبرري دي عايز مثلا الثانيه دوت سوينج تحط له الثانيه ده انت عايز تظهر على الشاشه بس هتقول سيستم اوت برنت ايه هلو مش عارف مين إيه ده اللي عاوز تظهر في بقى تسال اليوزر The technique of using system in to input the data called standard input. System out print in enter a number. Scanner my scanner يساوي new scanner system in. وانت النم يساوي my scanner next in. ده كله بس عشان تسأله تقول له enter a number. شفت عندنا اللي هناك ايه library اللي هو show input صح message. هنا بص قد ايه ده كله عشان تقول له انتر النمبر حاجه اسمها سكانر تقول سكانر ماي سكانر يساوي نيو سكانر سيستم ان وانتر النمبر ماي سكانر دوت نيكست انت عندنا الكلام ده كله المهم اللايبرري اسمها جافا دوت يو تي اي ال دوت ستار طيب دي مهمه جدا جدا الشور ثاند اساينمنت اوبريتورز لما اقول لك مثلا سم بلس يساوي 5 يعني ايه يعني سم يساوي السم زائد 5 بس انا بختصرها طب لما اقول لك اكس يساوي يعني مثلا ايه اكس يساوي بي يعني ايه يساوي الايه زائد البي طب لو اقول لك ناقص يساوي يعني ايه ناقص يساوي بي يعني ايه يساوي ايه ناقص بي طب ايه في اي بي يعني ايه يساوي ايه في بي و سو اون ده مهم جدا وبيجي في الاختبار مثلا انا اقول لك وقسم فالتو مالت اكس يساوي 1 واي يساوي 1 وي كان تو رايت ايه اكس وواي يساوي 1 يعني مور بروفيشنال شويه تمام يعني انت للاكس يساوي 1 وانت للواي يساوي 1 خلاص الاثنين واحد خلاص هتقول اكس يساوي الواي يساوي 1 طيب الكلام اللي راح ده انا عارف ان انا مشيت بسرعه فيه لانه مور ايزي هناخد بروجرام تو انبوت الريديوس والاوتبوت بتاعه الاريا ومحيط السيركل بتاعه المساحه والمحيط بتاعه السيركل هنعمله في البلو جي دلوقتي ليتس دو ات كل واحد يحضر البلو جي بتاعه نفتح دلوقتي البلو جي ونبدا نعمل ستيب باي ستيب طيب فتحنا البلو جي طبعا انا اوريدي كنت عامله ومسميه سيركل كنتوا فاكرين اللي هو المحاضره اللي راحت قلت لكم السيركل دي وهنعملها الطريقة قلنا نعمل نيو كلاس ونسميه سيركل ونقول اوكي خلاص وقلنا نفتح في البوكس ده ونعمل دبل كليك عليه انا عملت برنامج بسيط جدا بيحسب مساحة ومحيط الدائرة اول حاجة قلنا الكومنت اكتب this program to كذا 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 to compute الكذا كذا كذا ممكن نقدر نعملها كوبي بيست من هنا عشان نخلص واختصارا للوقت ده اللي هو الجافا دوك صح ولا لا كومنت من انواع الكومنت بس احنا هنعمله الكومنت بتاعنا العادي جدا اللي هو باك سلاش وستار وستار وباك سلاش
input java to the swing to the star. يعني انت هتعمل بال show message dialog. لا انا هعمل بالسيستم اوت برنت ان. اذا في لايبرري تاني اتفقنا عليها الكلام ده صح ولا لا؟ اسمها امبورت جافا دوت ايه يو تي اي ال صح. اوكي اهو. والجافا دوت تيست تكست دوت ستار بابليك كلاس لاسم الكلاس سميته سيركل. public static void للمين سترينج للارجس افتح القوس واقفله. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز مساحه ومحيط الدائره. خلينا في المساحه والمحيط. طيب يعني اول حاجه لازم نساله عن نصف القطر. يعني انت عايز مساحه الدائره هتقول واتس ريديوس. ريديوس ايه هو نصف القطر بتاعك؟ يعني انت عايز ثلاث فاريبلز، واحد للباي اللي هو الثابته. ممتاز. انا شايف واحد بيقول لي دلوقتي، مش انت قلت لي الباي 3.14 وهو ثابته ما بيتغيرش؟ اذا نقول فاينل. ممتاز. حاجه كونستانت، حاجه ثابته ما بتتغيرش في البرنامج، نقول فاينل. طبعا لو مش كتبتها عادي، بس تبقى ايه عشان تفهم ان انت فاهم البرنامج. سترنج للار ار، طبعا اي حاجه اي فاريبل. انا قلت مثلا ده مش مينينجفول فاريبل، طبعا دبل للار وللاريا وللزيرو اللي هو المحيط. ديسيمال فورمات للديف بتساوي نيو ديسيمال فورمات ل 0.000. الار اي اللي هو سترينج، يا اخي خلي سترينج للاكس عشان ده مش مينينجفول ورخم شويه. جي اوبشن بال شو انبوت دايلوج. اذا انا استخدمت الشوبين بايت دايلوج، يعني انا عايز الامبورت للدوت سوينج سوينج تو دي ستار صح ولا لا؟ تمام جدا. انتر يور الار او ريديس بتاعك. الار بتساوي دبل دوت بارس دبل الاكس اللي موجوده هنا. طب ليه؟ ما احنا قلنا هو سترينج وانت هتضغط ريديس عدد. ريديس ده عدد ولا لا؟ طب انا عايز احول. اذا تقول بالايه؟ بالاور كلاس اللي هو الار بيكوال دبل. هو ليه دبل؟ ما انت قلت هنا دبل. اذا دبل دوت بارس دبل للاكس. الاريا ايه هو؟ الاريا اللي هي 3.14 في طاق تربيع اللي هو الار في ار. طب المحيط اللي هو 2 او 2.0 لان انت قلت دبل، خلاص 2.0 في 3.14 في الار صح. طب سيستم اوت برنت سيب فراغ كده، بعدين تجيب الار وتجيب الاريا وتجيب المحيط. الديف دي فورمات دي بتتكتب، دي لا يعني زي لايبرري بتتكتب كده وبتحط بتحطها قبل الاريا. مش عاوز تكتبها شيلها، لان حتى انا عملنا لي ازعاج. مش مشكله خالص يعني عادي جدا. تمام خلصنا خلاص عملنا كل حاجه بنعمل زي ما اتفقنا. طيب بيقول لك هنا اكسبكتد، طبعا هنا لما شلنا ما حطيناش الزائد. تمام جدا. كومباين طبعا بتعمل سيف يعني على طول اول ما يخلص. جافا اكس قلنا تود سوين كومباين كلاس كومبلايت نو سينتاكس ايرور. خلاص قال لك نو سينتاكس ايرور. تمام فود للمين. اوكي قول لك الريديوس بتاعك. انا عايز عندي نصف قطر 2. قول لك طب اوكي الار اللي انت كتبتها 2.0 ليه؟ ما انت عامل دبل دبل يعني طلع لك 2 وانت عامل دبل. طب انت عايز اعملها انت يا اخي، اعملها انت وكومباين. possible loss of precise انت تغير هنا انتجر على طول. هنا انتجر على طول. مش عارف هنا هل
هنا بارس انت صح؟ بارس انت. بوسيبل برضو كانوت تبقى هنا اكيد كابيتال. تمام. قال لك بقى بوسيبل لوز اوف اي بريسايز، مفيش فيه بريسايز. انت هتجيب الاريا، الاريا لازم تطلع بفواصل يا جماعه، اذا لازم دبل يا جماعه، لازم تبقى دبل. ليه؟ لان الاريا او مساحه الدائره لازم تطلع بالايه؟ بالدبل. اذا هو بالدبل ومور بريسايز، ولازم يكون مور بريسايز. تمام. اتنين احنا قلنا جربنا تاني 12 وتطلع 12. يعني معقول هتقول انت والاريا يطلع بفاصل؟ it doesn't matter. impossible يعني، سوري doesn't matter دي حاجة تانية. impossible يعني يطلع الحاجات دي. ده بكل سهولة اللي هو السيركل. طبعا اعتقد اللي هو سهل، مفيش فيه اي حاجة. سهل مفيش فيه اي حاجة. طلعنا الاريا، طلعنا المحيط، خلصنا كل حاجة. لو في اي سؤال برضو اي استفسار، انا موجود على الفورم، موجود على الفيسبوك الجروب بتاع AOU for students. thanks for watching. see you ان شاء الله next meeting، وان شاء الله اكون اغلبته بشرحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.